Journalists, don't teach me. Don't teach me. I'm a journalist. I'm a journalist. المستوطنين وتراكمات موجود منهم هو الذي أدى إلى اصطدام الشباب مع المستوطنين لمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى. يعني من يوم الجمعة الماضي تم اعتقال 450 شخص من داخل المسجد الأقصى المبارك، حتى اليوم هناك كان إغلاق على المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات للمستوطنين، هذا يؤدي الاقتحامات والضغوطات تؤدي إلى انفجار، هذا سببه من الاحتلال ومن اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك.